كمان الشركة المتحدة في المناسبات اللي زي دي والمواسم بتبتكر أفكار جديدة لمساعدة الناس والترفيه عن الناس من خلال الحفلات. فالترفيه وتنفيذه على أرض الواقع هو واحد من المهام اللي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم تغفلها أبدا، زي ما قلنا في كل موسم وفي كل مناسبة بتبتكر فكرة جديدة لتقديم احتفالات مختلفة للمصريين. عشان كده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مشروع جديد بالاشتراك مع شركة تذكرتي. المشروع بيحمل اسم ليالي مصر وتحديدا شم النسيم. في حفلات كتير لعدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في عدد كبير من المحافظات. عندنا الفنان فنان الغناء الشعبي حكيم، واللي هيقيم حفل الليلة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومعاه الفنان محمد عدوية. عندنا برضو بكرة في مدينة العبور بكرة الاثنين في حفل للفنان رامي صبري، وبيشاركوا في الحفل ده مغني المهرجانات مسلم. ليالي مصر حفلات خاصة بشم النسيم في هذا الموسم، في مرحلته الأولى هيكون عدد كبير من الحفلات الغنائية زي ما قلنا بألمع نجوم مصر والوطن العربي في عدد كبير جدا من محافظات مصر من الدلتا للصعيد. وكل سنة وحضراتكم بألف خير، ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة. ليالي في أحضان العراقة والأصالة، ولأن مصر أساس الفن والحضارة، ليالي مصر حفلات غنائية تطلقها الشركة المتحدة خلال أعياد الربيع وشم النسيم. رحلة غنائية لإظهار التراث الفني المصري من الدلتا للصعيد. يحيي الحفلات بقى من ألمع نجوم مصر والعالم العربي. تذاكر الحفلات ومواعيدها متوفرة على الموقع الرسمي لشركة تذكرتي. ينتظركم موعد مع عظمة فنية تعزف على الأراضي المصرية. ليالي مصر، من روح مصر وللمصريين.